قصة من نوع آخر، ولأول مرة غادي نهضروا عليها في القناة. حكاية ديال الوفاء اللي غادي تزوج بأحد الأقرباء ديالها وعن حب. وكنعرفوا بلي أنه أغلبية المرات بلي أنه الزواج ما بين الأقارب الله يحفظ تيؤدي لإنجاب بعض الوليدات اللي هما مصابين باضطرابات اللي هما وراثية أو غير ذلك. حكاية الليلة غادي تنفعكم في بزاف ديال النقط اللي طرقنا لهم، منها الطبية والتنمرية، وحتى أنكم تختاروا سند حقيقي اللي يكون معكم في وقت شدة اللي سبحان الله ما كنكونوش عارفينها غادي تجينا واحد النهار. فابقوا معنا باش تعرفوا تفاصيل حكاية وفاء. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلام عليك. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه واحواركم طيبه. حكايه الليله قصيره جدا، كنت باغا تفاصيل اكثر. حاولت نتواصل انا وصاحبه هذه القصه اللي هي وفاء، ولكن ما مكونكتيرش فما قدرتش نحصل على بزاف ديال الاجوبه للاسئله ديالي. لكن عموما غادي تفهموا القصه وغادي تفهموا هذه الام منش كدوز ومنش داس. فخلي ما نطلش عليكم اكثر، ما تبخلوش عليا بانكم تضغطوا على زر الاعجاب اللي ما تكلفكم حتى شي مجهود، ونقول لكم بسم الله يلا لنبدأ. أنا وفاء، الطفولة ديالي ما كتهمش في الحكاية لأنه دازت عادية وكأي طفولة من غير حدث واحد. أنا ولد خالتي كنا كنبغيو بعضياتنا من صغرنا، ولكن في الصمت كنا محترمين بعضنا، وحتى شي حد ما كان عارف الحقيقة ديال المشاعر ديال الطرف الثاني، لكن كانوا نظرات إعجاب. المهم إحنا قرينا وكبرنا وهو غادي يدير المستقبل ديالو، غير هو غادي يخدم، غادي يدير أول خطوة جديدة في حياته انه يطلبني من دارنا. اكيد ما غاديش نقول لا، ما كناش كنهضروا من قبل مع بعضياتنا، حتى قرب يتزوج بيا وعلى هذا الاساس باش دوا معايا، وقال لي بلي انه انا كنعجبو، وحتى انا كنت كنبادلو نفس الاحساس، ولكن ما كنتش كنبين ليه لانه ديما كنت نقول يمكن من طرف واحد. المهم تزوجنا وجلسنا مده مع بعضياتنا، عاد غادي نحمل بولدي الاول اللي في كل مره كنت كندير كونترول ولا كنمشي كنشوف الطبيبه كانت كتقول لي بلي انا كلشي عندك بخير. حنا فرحانين والحمد لله قريب اننا نشوفو التمره نتاع الزواج ديالنا والحب ديالنا. لكن غادي يوقع ليا مشكل نهار ديال الولاده، انه ما تيجينيش الوجع، فاضطروا باش انهم يتدخلوا ويديروا ليا عمليه قيصريه. ولما جبدوا داك البيبي لقاو بلي انا والاكسجين ما طلعش ليه للراس، فداوه للانعاش باش انه ينعس تما لمده اسبوع حيت جاه نزيف في راسو. فقالوا لي بلي انه ربما تقدر تكون عنده اعاقه يا اما حركيه او ذهنيه، ما عرفناش وما حددوش لنا شنو بالضبط قدر يتقاس فيه. كان ديك المرحلة دازت عندي صعيبة بزاف، علاش؟ لأنه حيتاش أول ولادة ديالي وما عنديش تجربة، ودوزت ديك المرحلة غير بكا وتنطلب الله باش أنه يا ربي غير يعيش كيف ما بغى يكون وكيف ما كتب عليه مولانا، المهم يعيش هاد الوليد ديالي. من بعد أسبوع في الإنعاش غادي نخرجوه بحيلة مبنج، غير تيشوف وما تيبكيش وما كيتحركش. هاد الاحاديث اللي غادي نبدا نشارك معكم هما ليس من طرف واحد، ولكن من طرفي انا وراجلي. فلما كانت كتزاد فيه ولو حاجه غير هي قليله كنا كنطيروا بالفرحه. اذا حرك مثلا غير يديه داك النهار كيكون عندنا عيد، ديك الحاجه البسيطه اللي كتكون اقل من عاديه عند شي ام حنا كانت كتفرحنا. المهم بقينا معاه حتى بدا يكبر، وبدا كيبان لينا بلي انه عنده مشكل في الجهه اليمنيه ديالو اللي كان فيها واحد الكسل في النمو. فرجليه كان تعرج بها، ويديه اليمنيه ما كانش كيقدر انه يحركها بزاف. وهنا بدات مرحله واحده اخرى ديال العلاج. اكيد كنت نتازم، اكيد كنت نبكي وتنطلب الله. في المدينه فين انا تنسكن عند طبيب اختصاصي في جراحه العظام والمفاصل ديال الوليدات الصغار، قال لي بلي انه ما تخافي من والو، وراه مع الوقت ولدك غادي يبدا كيحرك يديه. واش الدكتور ما غاديش يحتاج ترويض مثلا؟ قال لي لا ما يحتاج. فانا صافي قلت زعما بلي انه هو ادرى وعارف شنو كاين لانه طبيب. مع مرور الوقت دازت 3 سنين غادي نحمل المره الثانيه بلا ما غادي نعرف. انا ذاك كنت ملغيه الفكره في حياتي لانه مازال ما كنتش مستعده، ولدي مازال باقي مريض، فغادي هو تيكبر وحنا كنكتشفوا فيه حاجات اللي هما جداد. المهم تقبلت داك الحمل وقلت ربما ربي بغى يعوضني خير على ولدي الاول، والفرحه هاد المره غادي تكمل لينا. كان الحمل ديالي صعيب والهرمونات ديالي كانوا مخربقين وحساسه بزاف،
داز واحد الحماله اللي كانت خايبه وما بغيتهاش تعاود في حياتي. يقدر يقول شي حد غير كلام اللي هو عادي انا كنت كنتقلق منه. كل مره كنت كنمشي كندير كشف فيها في الحامل ديالي كلشي كانت يقول لي بلي انه كلشي راه مزيان وبخير. وبما انني كنت كنمشي لعند ماما في المدينه فين هي كتسكن فكنت نشوف اخصائي النسائي في الولاده واحد اخر، وكنت بدلت حتى داك الاول اللي بديت معاه في مدينتي، وعمر شي حد ما راح ذا شي حاجه ولا قال لي بلي انه كاين مشكل. انا فرحانه تنقول الحمد لله ربي هاد المره غادي يعوضني وفرحتي غادي تكمل. جا الموعد ديال الولاده اللي فيه غادي نمشي للسبيطار، وهنا القابلات ولا الممرضات غادي يقولوا لي بلي انه ما يمكنش وفاء لانه كرشك راه مازال باقا صغيره وبزاف، فما يمكنش انك غادي تولدي دابا. فاش عيطوا على الطبيب وجاي يشوفني عندهم في السبيطار قال لي راه الملي كتعيش فيه البيبي ما عندكش نهائيا في كرشك. وهنا شاف بلي انه ولدي فيه تشوه خلقي في القلب ديالو، وقال لي بلي انه ما غاديش تقدري تولدي طبيعي وغادي يخص عمليه. وفي الحال ولدت، وهنا اكيد للمره الثانيه خاب ظني. بكيت وبقى فيا الحال وبديت نفكر في ولدي الاول كيفاش غادي ندير لهم بزوج، كيفاش غادي ندير مع الامراض ديالهم. ولدت، وهنا خرجوا ولدي اللي كانوا عنده مشاكل في التنفس، غادي يقلبوا السبب اللي غادي يدي لهذا الامر ولكن ما لقاوش. وهنا غادي يلقاو بلي انه صدره كان عامر، داروا ليه التحاليل لقاوها بلي انها مزيانه، واخر حاجه كنشكو فيها هنا هي القلب. هنا غادي يتاكدوا 100% بلي انه كاينين تشوهات خلقيه في القلب ماشي غير تشوه واحد. وهنا زدت بزاف لانه كان عندي امل في هذه الولاده وبلي انه غادي نفرح وغادي تعوضني على الاولى، وبلي انه هذه المره غادي نعيش بلا دموع بلا تعاسه وبلا اسى. دازت هذه المرحله حتى هي بالبكاء، ومشيت متبعه مع الطبيب ديال القلب اللي كان تيقول لي سيري حتى دير شهر وجيبيه. فاش كنمشي كيعاود بيا لا عرفتي شنو سيري حتى زيد شهر واحد اخر. دوك المدات اللي كانت تعطيني بحال تيقول لي سيري اذا عاش من هنا لشهر عاد جيبيه. منين كل مره تعطيني مده وكيزيد كيمددها ليا انا صافي يئست وخليت ولدي وقلت بلي انه ما كاينش علاج واحد اخر. حتى غادي يقترح عليا راجلي باش اننا نمشيو لطبيب واحد اخر، وهنا فين قال لي بلي انه ما يمكنش نبداو شي علاج من دابا وبلي انه العمليه ما غاديش يقدر يستحملها ولدك، فمن الاحسن انه حتى يتزاد واحد شويه في الوزن. دازت ست شهور، فهاد العمر واحد النهار بدات يبكي ليا وتيقلب في عينيه وانا ما عارفه ما غادي ندير. تنقول غير يا ربي السلامه. شويه كيسكت وكيبان بلي انه طبيعي، غير هو تيعاود يبكي تيزرق وكيقلب عليا عينيه بحيله كتجيه شي كريز. ما عارفش اش داكشي وشنو هو ولا حتى شنو واقع. غادي نمشي تنجري به ندي عند طبيب ديال الاطفال اللي غادي يطلبوا مني انني ندي مباشره للمستعجلات في المستشفى اللي هو معروف ديال الدراري الصغار في المغرب. فاش كنديه ما تيديروا معايا حتى شي حل، حيت فاش تنكون هزات يبان لهم بلي انه ساكت وما به والو. انا حديت نقول لهم عافاك ما تقول لي غير ولدي، لا راه ولدك ما يحتاجش الاكسجين دابا، راه ولدك جد طبيعي. تنبقى كنصبر في راسي واخا كنت نشرح لهم حتى نعيا ما كانوا تيقضيو معايا والو. غادي نرجعوا للدار وغادي يوقع لي نفس المشكل وما كانش كيسترجع التنفس الطبيعي ديالو حتى من بعد شي ساعتين. اللي كان واقع لي انا ذاك انه غادي تجيه جلطه اللي هي الاف سي. الوقت اللي كان فيه تيقلب عينيه كانت بلوكات ليه في بلاصه وحده، ويديه كنت كنشبدها وبقات كترعد بوحدها. عيطت للطبيبه ديالو وقلت لها شنو وقع، وقالت لي بلي انه دماغه راه تقاس. وهنا غادي نعاود نفس التجربه ديال خوه. هنا استسلمت وبديت كنقول بلي انا صافي اللي عطى الله عطاه، واخا راني درت السبب وما عتقونيش. تندي كل نهار وتنقول لهم بلي عافاكم شوفوا لي حالته. فاش كثرت عليهم كانت واحد الفرقه جايه من سويسرا على اساس انه الوليدات المراض بالقلب تيديروا لهم عمليات فابور، فهما فاش شافوا ولدي بقاو تيقولوا لي مسكين داكشي عنده كثير وغادي يصيفطوه لواحد البروفيسور باش انه يعطي لهم الاوكي باش انهم يديروا يديهم فيه. فبقيت متبعه مع داك البروفيسور اللي كان غادي معايا بشويه حتى غادي يخرج كونجي في شهر 8 وما غاديش نشوفه حتى شهر 9. واحد الجمعيه غادي يعطوني الاكسجين في سبيل الله باش كنا تنقضيو كل مره فاش كتجيه الكريز ديالو. وفديك المده ديال ساعتين الحمد لله كانت كيتنفس حتى ولات كتقلص ديك المده وكيرجع لي التنفس في مده ساعه فقط اللي كانت من قبل ساعتين. المهم انا غادي نسافر لعند ماما اللي كانت عندها الدعوه مبرده، حيت ولدي الثاني ما بقاش كيستحمل ديك الحراره كيولي بحال شي شروطه وكله كيترخى. فاش جبتو لعند ماما بدات يبكي
وعاود ثاني شداتو ديك الكريز، غادي نمشي كنجري به السويسي، وصراحه غادي يبطرو به دغيا حيت كان كيهبط ليه التنفس حتى الاقل ما يمكن، وتيقولوا لي بلي انور يقدر يموت ودابا وحنا ما عندنا ما نديرو ليه، وهذا الشيء خاصو عمليه في الحال وماشي اكسجين. حنا راه غادي نديرو ليه دابا الاكسجين بيد ما رجع النفس ديالو، بيد ما رجع التنفس ديالو، ولكن سير للشيخ زايد تما فين كاين بروفيسور ديال القلب مختص بالاطفال. بقيت في واحد الرحله نتاع سيرواجي حتى ربي بغى يدير واحد السبب من عنده. الاب ديالي واحد المره غادي يتلاقى بواحد السيد خدام في واحد المدينه وفي واحد كلينيك اللي تيجيو جمعيه على اساس ديال القلب. فاش جاو ديتو على اساس انهم يشوفوه غير باش يعطوني موعد باش يديروا ليه العمليه، وهنا غادي تجيه الكريز وغادي يدخلوه ديك الساعه للانعاش. داروا ليه تنفس اصطناعي وقالوا لي بلي انه اليوم ولدك غادي نديروا ليه عمليه مستعجله حيتاش ما يقدرش يصبر على هذا الشيء. داروا لي العمليه الاولى غير باش يعتقوه وما يبقاش كيتخنق بزاف، وقالوا لي بلي انه باقيين عمليات واحده اخرين غادي يديروا لي واحد العرق اصطناعي للريه ديالو لانه مازال ما كملاتش ليه في النمو ديالها. المهم العمليه نجحت ليه الحمد لله، وبقى ليه عمليه ثانيه اللي قلت لكم عليها بلي انه عنده زوج ثقبات في القلب والعروقه اللي مقلوبين. قالوا لي بلي انه لما كيهبط ليه الاكسجين في الدم نرجعوا ليهم في ديك اللحظه باش انهم يعاودوا ليه العرق الاصطناعي ويديروا ليه العمليه الكبيره في نفس الوقت. حاليا ولدي حالته مستقره ولله الحمد، واخا هو تيمرض بزاف وقت البرد وما خصوش نهائيا انه يخرج. هذا كان بما يخص الولد الصغير. اما الكبير داروا ليه واحد التقنيه اللي تسمى بالبوتوكس في العصبه ديال رجليه باش انها ترخى ليه باش ما يبقاش انه يعرج بها. من بعد دارت ليه الطبيبه القبص اللي بقى به مده 40 يوم وحيدو الحمد لله. اليوم هو كيدير الترويض وباقي العلاج المستمر. اللي بغيت نوصل من حكايتي باللي انه الطب في المغرب باقي مازال بعيد بالاف السنوات، لانهم خلال تجربتي كاينين وليدات اللي هما صغار وبامكانهم باللي انهم يتعتقوا، ولكن الاطباء كيتماطلوا لا بلاتي لا باقي صغير. ولكن ديك الجمعيه كانوا قالوا لي بلي انه كان بامكانهم انهم يبداو ليه علاج من الصفر، واكيد ما غاديش تدور حالته ولكن غادي تطور الاحسن. عانيت مع الاطباء اللي حتى شي حد فيهم ما متفق مع نفس الشيء اللي تيقولوا، وكل واحد تمشي عنده تيقول لي حاجه. وهنا احنا الوالدين كندوخوا وكنتشوشوا وما كنبقاوش كنعرفوا فمن نثقوا حيت كل واحد تيرغي بالغاه، اللي كتخلينا اننا نترددوا في العلاج مع من نبداوه وفوقاش بالضبط. وسط هادشي كله كنحتاجو سند لينا، وسط هاد الضوضاء كامل هاد ديال المرض والفتنة الدنيوية لما آخره دائما كنحتاجو لواحد السند لينا في حياتنا. أنا ولله الحمد ربي كرمني براجلي اللي ديما معايا مليار في المية، لا ماديا ولا معنويا، وقته كله كنعطيه لينا وخرج من الخدمة ديالو وخسر عمل حر غير باش أنه يكون متفرغ لينا 100%. تيقول لي بلي أنا ما يمكنش ليا ولدي يطيح ليا أو يسخف ليا وأنا ما كاينش، خاصني ضروري أنني نكون معاه. مساندنا ولله الحمد من جميع الجوانب، وخا الواجب ديالو هو هذاك ولكن قليل اللي يقدر يدي هذا الواجب، وتيلوحو كلشي على الام ويقول بلي انا غادي نكتفي انني نجيب لكم الماده باش انه يتعالجوا هاد الوليدات. لكن في هذا النوع ديال الابتلاءات قد ما كنحتاجوا الماده قد ما كنحتاجوا السند. الاباء لوليداتهم مراد عاونوا عيالاتكم، لانه الام طبيعتها انسانه عاطفيه وكتكون حساسه اكثر من الاب. انا ولدي لما كان تيعرج برجليه كان كيضرني خاطري، واخا الناس تيقولوا لي لا راه عادي، ولكن داخليا وقت ما شفتو بحال كيدخل ليا شي حد فيا الماس ما كنتش كنقدر انا نستحمل. وسط هادشي انه الناس ما تيرحموش، نقدر نقولوا ان هاد الوليدات مازال دابا باقيين صغير ولكن مواتهم كيتدمروا نفسيا من داكشي اللي كيسمعوا في المحيط ديالهم. هل تيقول لي حرج؟ هل تيقول مالو كيدير بحال هكا؟ هو مازال صغير وما عندوش درايه بشنو كيتقال ليه، ولكن الام فاش كتسمع داكشي كتتاذى نفسيا، وانا شخصيا قلبي كيتقطع وكنحس براسي باللي انني ضعيفه امام هذا الموضوع. تنقول شوفي وفاء هاد الناس كيفاش تيقولوا على وليد باقي صغير، اذا كبر كيفاش هو غادي يستحمل هاد الكلام؟ اما ولدي الصغير ضعيف بالنسبه للسن ديالو، لان الوليدات اللي عندهم القلب تيكونوا معروفين باللي انهم قلال وما تيقدروش يكثروا من الماكله. تيبداو كيسولوني مالو ضعيف مالو صغير من السن ديالو، وداكشي انا تيقطع ليا في قلبي. ربما هما بالنسبه ليهم بلي انا هي اسئله عاديه ولكن قاسحه علينا حيت حنا اللي كنستقبلوها. اخر حاجه في حكايتي
بخيتكم تدعيو ليا مع وليداتي بالشفاء، لانه بعض المرات كنوصل لمراحل فيها كنستسلم وكنعيا وكندخل في حزن، وحتى كانني كنتعصب. الاعصاب اللي كيسببوا ليا بزاف ديال المشاكل في الجسم ديالي اللي مازال محتاج انه يوقف على وديت وليداتي. انا راضيه بهالشي اللي عطاني ربي، ولكن الهدف من حكايتي غير انكم تواسوني ونواسيو الامهات اللي وليداتهم مرض لانهم كيتعذبوا في صمت. اما السبب الاول والاخير اللي خلى وليداتي انهم يتولدوا بحال هكا من غير القضاء والقدر والمكتب هو الزواج العائلي. هذه حكايتي، وهذه هي كانت حكايه وفاء يا ساده الكرام. ما عندناش غير الحكاية اللي فيها نساء اللي كيتعرضوا للألام من جهة الأزواج ديالهم ولا من جهة والديهم، ولكن عندنا نساء ولا عندنا آباء تيعانيوا وكيتحاربوا مع داكشي اللي كتب لهم مولانا والناس أو المجتمع ما كترحمهمش. هذه كانت قصة وفاء، كنتمنى أنكم توسوها بكلام جميل يحيلها قلب من جديد ويخليها أنها تستمر أكثر باش تعطي لوليداتها وحتى لرجلها. فدمتم في رعاية الله وحفظه، تلاقوا مرة جاية إن شاء الله ربما بعد غدا، وسلام سلام.